نعم أجازة. نعم أجازة. أجازة؟ أيوة. يعني إيه أجازة؟ بقالي شهر منزلت. شهر إيه؟ بقالي شهر منزلت. يعني إيه بقالي شهر منزلت؟ أنا بقالي سنتين سنتين هنا منزلتش. بتعالج وأنا متنيل في قلب المكان. ناسي فندم. يعني إيه أجازة؟ ناسي فندم. إيه الحيران اللي أنتوا فيه ده؟ حاجة غريبة أوي. تمام يا فندم. نعم. ده يا فندم كشف المسجونين المستجدين. وده كشف المفرج عنهم. ما شاء الله يا فندم. بق سعادتك استريح خالص. ميرسي يا ادم. يعني تحس انه خد راحته. ميرسي واضح ان اقعد يا ادهم. خلاص ميرسي. قلت الشفايف كمان. اتفضل اقعد. حاضر. بالنسبة يا فندم لمسجون زنزانة 74 ليه شوية طلبات بيتمنى سعادتك توافق عليها. ايه المطلوب يا ادهم؟ اللهم صل على النبي. الشفة ابتدت تتحرك بطريقة غريبة وطبيعية. المطلوب يا ادهم خلص. هو فندم بعد اذن سعادتك. يا ادهم. حاضر فندم. عاوز يدخل الزنزانة شوية اجهزة. يعني سخان شاي. كاسيت. تلفزيون. اوكي. مش عايز دي في دي؟ نعم. دي في دي؟ دي في دي نجيب له دي في دي. هو متهيألي عنده بطاطين كفايه مش محتاج الفي في دي ده. الموبايل يبقى كده تمام. تمام بسيطه جدا. موبايل ايه المشكله يا ادم؟ نجيب له موبايل يعني. على الاقل يتصل بالاولاد كويس ويبعت يجيب بالمره صوفيا لورن تعيش معاه في قلب الزنزانه. وناخد له زنزانه اجار جديد. واحده بتطل على البحر والثانيه بتطل على الشارع. ده عند امه. عند امه يا ادهم. ده مذنب ولا مش مذنب؟ مرسي بقى يا فندم. خلاص يبقى كلامي يتسمع زيه زي بقيه زمايله. حاضر يا فندم. ادهم اختار مواضيعك معايا واحصل. اتفضل. تمام يا فندم. ادهم لاخر مره هقولها لك. حركه الترقيات قربت. خلي دوسيك يعدي على خير. اظن انت محتاج الترقية دي عشان ترفع من معاشك. مش هقولك اكتر من كده. الحمد لله كان معاك ابتدائية وكملت وخدت ليسانس. انصراف. تمام يا فندم. يا باشا بالنسبة لاجازة الصول. اجازات مفيش يعني. انا قلت اجازات مفيش يعني مفيش. يا فندم مراته تعبانة قوي ولازم يبقى جنبها. يا سيدي في جنبها في ظهرها في كتفها. انا خلاص قلت مفيش اجازات يا هاني. الله. يا فندم يا فندم مراته تعبانه قوي ولازم يبقى جنبها. لازم ينزل يطمن عليها. هاني يا هاني انا حوشت الموضوع ده عشان خاطر عيونك انت بس. ربنا يخليك يا باشا. انما ارجوك ما تتدخلش في مواضيع تاني. خلاص يا باشا. ما تخرجنيش يا هاني. خلاص اوكي. خلاص يا باشا. يبقى ابعت لي الطلب على هنا. لا الطلب اهو يا باشا وادي القلم كمان يا هاني. في كيلو دور. انت غريب غريب يا هاني انت. يا ساتر. ده مش كده تاني مره. ربنا يخليك يا باشا. انا فاهمه ان هو يفهم مراته ما تعيش تاني والا يطلعها بقى ويلتفت لشغله. لا يا باشا امر سيادتك. ماشي. اتفضل. غريب يا هاني. خلي الحيوان ده يخف شويه من على البنزين. دي اموال حكومه. ويلا فضل روح انا مش مسافر. فضل هتوصلني. هركب طياره انا. حلو قوي الكلام ده يعني. حلو قوي. يعني ايه شاكيناز بنتي انا اللي بتحمل اسمي رياض باشا المنفلوطي حامل التاريخ حامل اللواء تنحرف. بنت اللي تعبت في تربيتها واللي بذلت مجهود اكبر في خلفتها يجي اليوم عليها انها تنحرف. يا نهار اسود يا نهار اسود. كل ده عشان بنتك جت عند مامي النهارده. ما هي لو حداد بس ماشي. يعني ايه؟ يا نهار اسود. تاني من اختك؟ يعني النهارده اربع يا هاني. وده ميعاد درس المزيكا اللي انا رفضته لسعادتك بكل تبكح وصفاقه وقله ذوق انك توديها عند امك. من فضلك اسمها مامي. ايوه نسيب المصيبه الكبيره ونتكلم في مامي وامك. مصيبه عشان بنتك بتتعلم مزيكا. قصدك بتتعلم الحرام. انت بتقول ايه؟ مش بس خلاص. قرار. اسمعي يا هلا اسلوب ده مش معايا خالص خالص. لازم تفهم ان كل كبيره وصغيره في هذا البيت ده انا مخاطر. وحتى لو مخاطر
احترمي نفسك يا هاني، احترمي نفسك. عذاب وسواد لما تريد